وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين على جهودهم الدبلوماسية والتي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أعلن البيت الأبيض ترحيب واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جانبها أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بدور مصر الحاسم في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وثمنت الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لإعادة الهدوء في قطاع غزة. كما حثت الخارجية الأمريكية على سرعة إيصال الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى غزة بعد وقف إطلاق النار.